لم يكن لأبي نور من اسمه نصيب، فظلام العوز يخيم على حياته منذ سنوات. يرتب هذا المسن الستيني فوضى الأيام السوداء، يحاول إقناع جيبه الجائع بمبلغ بسيط يسد رمق عائلته، لكنه يفشل في الغالب. ينتظر على أمل أن يحصل على راتب الحماية الاجتماعية لينتشله من وادي الفقر الذي يكتظ بالناس. ما مديدنا على العالم عيب، أقول نشتغل. تعال طوع علينا وقال لك انطيني، قال وحد الله ينطيك. أقول لا اشتغل أحسن، ينطينا 5000 أحسن ما مديدنا على العالم. الصبح طلعنا ما عندنا خبز، عندنا طحينيت، خليه على الله، الله أحسن، متكفل بالعباد. رع منا رعاية، قل روح عما خبرك، ماكو رعاية. هاي صار يمكن سنة والله ما نعمته رعاية. يقولوا احنا نخبرك. هنا في دائرة الرعاية الاجتماعية يستقبلك روتين بغداد ما أن تصل. تأجيل يليه آخر، ومصاريف إضافية يتحملها المستفيد لحين الحصول على الراتب. استغلت هذه الفئة انتخابياً بشكل كبير، لكن لم يتحقق من وعود المرشحين شيء، واختفوا ما أن أعلنت النتائج. من شهر السادس متوقف راتبي، ولحد الآن مرتين جبت كتاب من الموضوع. والله تحت شابه أنت باسمك سيارات، سيارة ما عندي. خلال فترة الانتخابات الكثير من الأخوة المرشحين استغلوا أنه يطلعون بطاقة رعاية اجتماعية للمواطنين مقابل أنه ينتخبهم، وشفنا هاي بصراحة يعني هاي الظاهرة انتشرت بكثرة خلال فترة الانتخابات وقبل الانتخابات، وكانوا يعني يرسلون مبعوثين عنهم إلى يستغلون الفئات الفقيرة بالمجتمع أنه يمنونهم أنه ينتخبني، ولكن أنا يعني ما بصراحة ما شفت إنه ما شفتهم طلعوا رعاية لأحد محتاج مثلاً. واستؤنف العمل في أقسام الرعاية الاجتماعية بعد انتهاء عملية الانتخابات، وعادت منصة مظلة مجدداً لغرض التأكد من أسماء المتقدمين، فيما تعمل فرق المسح الميداني على إكمال بيانات 38,000 عائلة في عموم المحافظة، تضاف إلى العدد الأساس للمستفيدين. مجموع قاعة البيانات لدينا 235,000، تم شمول ما يقارب أكثر من 15,000 أسرة على قاعدة بيانات قسم الحماية الاجتماعية في أربع وجبات أو 5 وجبات متتالية. وأصبح الحلم الوحيد لفقراء البلاد هو الحصول على بطاقة رعاية اجتماعية تكون بمثابة عكاز مادي لهم، فشق الاحتياجات كبير ورقعة المال صغيرة، خصوصا في مدينة الموصل التي ارتفعت فيها نسب البطالة والعوز إلى مستويات عالية، خصوصا بعد أحداث داعش. من ذات المدينة محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.